دابا حنايا طالعين بالضبط، حنايا دابا كاينين في افرط فود. ما اللي يطلعونا كانت خرجه ممتعه، صوميت تيزيان تيزيان ان شاء الله يخليك. اختارنا نختصروا من هنا احسن ما ندوروا ديك الطريق كامله، نختصروا من هنا ان شاء الله. دابا حنا قرابين نوصلوا للسوق. بالنسبه لتيزيران كيتميز، اول حاجه اللي كيتميز بها هي كاين فيه جوج الانواع ديال اشجار الارز. اشجار الارز كاين اشجار الارز، كاين الارز اللبناني، كاين الارز الاطلسي، بالاضافه الى العديد من المختلف النباتات.
دابا حنايا طالعين بالضبط، حنايا دابا كاينين في افرط فوزن، هذا هو البلاصه دي كتسمى افرط فوزن، بلاصه البحيره كاينه راه فين تيجي الجاد راه فين تيجي، ولكن البحيره دابا يعني فارغه من الماء، ما كاينش فيها الماء بصفه نهائيه. على هذه اخترنا نختصروا من هنا احسن ما ندوروا ديك الطريق كامل، نختصروا من هنا ان شاء الله. دابا حنا قرابين نوصلوا للصوم. كانت خرجة ممتعة، استمتعنا فيها مع السي حسن والمجموعة.